التحصيل الحزبي على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد في الانتخابات الشرعية ليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021. إن هذا النجاح نجاحكم، إنه نجاح كل المغاربة، إنه انتصار للديمقراطية في جو من الالتزام بروحها وقواعدها وفي احترام للتدابير الاحترازية المعمول بها لمواجهة آثار الجائحة. ويعبر الارتفاع النوعي لنسبة المشاركة في ظل الوضعية الصحية وحالة الطوارئ التي نعيشها منذ 18 شهر عن تشبث المغاربة بالمسار الديمقراطي للبلاد. كما أن المستوى القياسي للوافدين على صناديق الاقتراع، والذي بلغ لأول مرة أكثر من 8.5 مليون ناخب، هو تعبير صريح عن الإرادة الشعبية في التغيير. ثمانية مليون ونصف مغربي ومغربية قالوا كلمتهم وشاركوا في التغيير اللي كيبدا من اليوم. هذا الانتصار هو كذلك ثمرة 5 سنوات من عمل التجمع الوطني للأحرار. لقد خدنا مسارا غير مسبوق للإنصات إلى المواطنين والمواطنات، والعمل معا على صياغة برنامج انتخابي يرقى لطموحات البلاد. ولقد عاين المغاربة باختلاف أعمارهم في المدن والقرى عملنا الدؤوب وصوتوا بكثافة على حزب التجمع الوطني الأحرار. لذا نتوجه للمواطنين والمواطنات بالشكر والامتنان واحدا واحدا. شكرا على الثقة ديالكم، وحنا ملتزمون بتكثيف الجهود باش نكونوا ان شاء الله في مستوى هذه الثقة اللي درتنا. اخوات الاخوة، أغتنم هذه الفرصة لأهنئ كل مرشحي ومنتخبي التجمع الوطني الأحرار في الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، ومن خلالهم أهنئ وأقدم تهانينا الخالصة إلى مناضلات ومناضلي التجمع الوطني الأحرار. شكراً جزيلاً على التزامكم ودعمكم. شكراً لكافة هياكل الحزب ومنظماته الموازية. شكراً للمنسقين الجهويين والإقليميين على متابعتهم وجهودهم التي تكللت بالنجاح. شكراً للجنة الوطنية للانتخابات لحضر معنا. جميع جنود الخفاء اللي عملوا واحد العمل اللي هو جدي وقوي، شكرا لكم. وبالمناسبة نفسها أهنئ جميع الأحزاب الوطنية قيادة ومنتخبين ومناضلين على النتائج ديالهم وعلى الحملة النظيفة اللي قاموا بها.
نحن مستعدون للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ ورؤى في البرنامج لنرفع معا التحديات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصر الله. سيدات السادة رجال ونساء الإعلام، إن الخيط الناظم في الكونديكتور لمشروع الأحرار هو تقديم البديل الذي يتوق له المغاربة. لم نأتي يوما لهذا الحزب لنواجه تيارا سياسيا أو حزبا معينا، وإنما تلبية لمبادرة مجموعة من مناضلات ومناضلي الأحرار الذين كانوا يتطلعون لبناء حزب قوي منصف ومتفاعل مع انتظارات المواطنين. وإنما قادنا مسار الأحرار طيلة 5 سنوات الماضية، تلقينا الرسالة نفسها من المغاربة جميعا، بغينا التغيير، بغينا البديل، وبغينا المعقول. هذا الشيء كلكم سمعتوه. وبهذه المناسبة كنشكر الشباب والشابات والنساء اللي هما في حقيقة في المكان ديالنا هما اللي قادوا الحملة على الميدان. شكرا لكم. وخلال الأشهر الماضية قدم الأحرار برنامج مؤلف من 5 التزامات و25 إجراء، وسيشكل هذا البرنامج قاعدة تفاوض التجمع الوطني للأحرار مع الأحزاب الوطنية في سبيل بناء أغلبية قوية ومنسجمة، أغلبية تحدث القطيعة مع الماضي، أغلبية تجمعها رؤية موحدة وبرنامج حكومي طموح يتماشى مع رؤية صاحب جلالة وانتظارات المغاربة. عندنا الشرف نكون أغلبية رصينة ومنسجمة قادرة على تفعيل التوجهات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي طلقها جلالة الملك نصره الله، وقادرة على استكمال مسار التنمية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك الضامن لنجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا. ويظل أهم التزام نتعهد به اليوم هو العمل بجد طالما نحظى بدعم المواطنين والمواطنات لتحسين معيشهم اليومي وتحقيق طموحاتهم واستعادة ثقتهم في ممثليهم وإدارتهم. حضرات سيدة السادة، إن غايتنا اليوم كفريق التجمع الوطني للأحرار والمغرب والعالم يعيشان آثار الجائحة هي العمل معكم على رسم معالم طريق الأمل. معا أمامنا فرصة بناء مجتمع صامت في وجه تقلبات الحياة يحمي كبار السن والأشخاص أو الأشخاص في وضعية إعاقة والأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة. معا أمامنا فرصة الاستثمار في المنظومة الصحية في سبيل الولوج إلى العلاج للجميع. معا أمامنا فرصة لإنعاش التشغيل
استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني. معا أمامنا فرصة تحديد المنظومة التعليمية حتى تضمن تعليما جيدا لكل أبناء المغاربة. معا أمامنا فرصة لاسترجاع الكرامة والاحترام بين المواطن والإدارة التي تخدمها. هذه الأواش هي أولوياتكم وأولوياتكم والأولويات ديالكم لأنها جات من عندكم، والأولويات ديالكم هي الأولويات ديالنا. ينتظرنا عمل جبار يتطلب مضاعفة الجهود لتنفيذ رؤية صاحب جلالة الله ينصره. ينتظرنا عمل جبار يتطلب تخليق الحياة العامة وتحسين مكتسبات دولة الحق والقانون وتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنين والمواطنات. هذه المهمة لن تكون ممكنة دون دعمكم وثقتكم من غابة. سنعمل بجد وتفان من أجل تحسين حياة كل مواطن. لن نترك مجالا للتفرقة، لن نترك مجالا للجمود، لن نترك مجالا للتهاون، ولن نتوانى لحظة عن إحياء إحداث التغيير الذي يستحقه كل المغاربة. شكرا على إنصاتكم.